السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نحاولوا نلخصوا الدرس ديال شغل وقدرات قوه travail et puissance d'une force. دونك في هذا الدرس باش نبسطوه اكثر ويكون سهل واصلا سهل خاص غير تركزوا مزيان. هادشي اللي شفنا في هذا الدرس دونك شفنا فيه الشغل اصلا هو شغل وقدرات قوه. دونك تعرفنا على الشغل اللي هو لو طرافاي وتعرفنا على القدره اللي هي لا بويسونس. دونك نكتبوها هنايا بالفرنسيه دونك لا بويسونس. دونك غادي نرمزوا ليها ب بي لا بويسونس. دونك نبداو بالشغل. دونك شنو هو الشغل؟ الشغل هو داك الخدمه او لو واحد المجهود بالنسبه لينا حنا كنفهم ديالنا هو مجهود بدني تيستغرق مني تيتطلب مني واحد الطاقه واحد القوه انني نديرو. دونك في لا فيزيك مشات بعيده. دونك بالنسبه لا فيزيك الشغل عندها هو تيتعلق بالقوه المنجزه بلا فورس وبالمسافة المقطوعة. دونك وقت ما درت واحد القوة كبيرة إذا نقول بلي راه خدمت درت واحد لو طرافاي كتير. وقت ما قطعت واحد المسافة كبيرة تنقول بنفس الشيء راه خدمت بزاف. دونك هذا هو الشغل. دونك في الشغل شفناه في جوج الحالات، حالة الإزاحة وحالة ديال الدوران. دونك الإزاحة راه بحد ذاتها فيها ثلاثة ديال الحالات، فيها إزاحة مستقيمية، إزاحة منحنية، وإزاحة دائرية. دونك الإزاحة هي وقت ما شفنا بلي واحد المتجهة ديال الازاحه تتحافظ على نفس الاتجاه. دابا بحال هذا القلم الى اعتبرنا بلي هذا هو المتجهة ا بي، هذا هو نقطه بي. الا كان ازاحه مستقيمه غتبقى غادي هكا، كانت ازاحه منحنيه غادي يكون بحال هكا، كانت ازاحه دائريه غادي تدور. اذا في جميع الحالات تلاحظوا بلي ا بي تتحافظ على نفس الاتجاه نفس المعنى، هذه هي الازاحه. اما الدوران هو بحال الا مقود ديال السياره او الروبيني او عقارب ديال الساعه اللي تدور، يعني ما تتحافظش على نفس الاتجاه ونفس المنحة ديال واحد المتجهة من هذا الجسم. في حالة ديال الإزاحة إلا بغينا نحسبو الشغل، دونك عرفناه في الحالة العامة بلي الشغل تيتعلق بالقوة وبالمسافة. دونك هاد المسافة إلا سميناها مثلا المسافة ا بي بالمتجهة غيكون بلي الشغل ديال هاديك القوة اف ملي تينتقل من الموضع ا حتى الموضع بي هو اف سكالير ا بي. وهاد الجداء السلمي في الرياضيات راه هو المنظم ديال اف في المنظم ديال ا بي في الكوسينوس الزاوية ما بين اف وما بين ا بي، هاد المتجهتين بجوج. دونك هذا في الحاله العامه. والوحده ديال الشغل دائما هي الجول لانه عباره عن طاقه. دونك اما في حاله ديال الدوران يعني الحاله ديال عقارب الساعه او مطورات الالعاب، حاله ديال الدوران خصنا نديرو واحد الانالوجي ما بين هاد القيم او هاد ليزيكسبرسيون او هاد المقادير الفيزيائيه باش نكونو بيان بريسي. او في الحاله ديال الازاحه وحاله ديال الدوران. دونك ملي تنتكلم على القوه في حاله الازاحه راه في حاله الدوران ما تنتكلمش على القوه، تنتكلم على عزم قوه اللي هو لو مومون دون فورس. لو مومون العزم ديال القوه، عزم ديال القوه هو لا كاباسيتي ديال واحد لا فورس ديال انها تخلي واحد الجسم يدور. هل مثلا الا بغيت نحل واحد الباب خاصو يدور حول هذاك المحور ديال الدوران اللي هي دوك البيزاكرات، يعني باش ندورو خاصني واحد القدره واحد القوه نطبقها على الباب باش انه يدور بحال هكا. هذاك القوه هي اللي تنسميوها العزم ديال القوه. اما في الحاله ديال الدوران ما تيكونوش عندنا مسافات، تيكونوا عندنا زوايا دلتا تيتا. اذا راه لو ميم اكسبرسيون غادي نخليو في حاله الدوران، غيولي الشغل ديال هذيك القوه اف ملي تنطلق من واحد حول محور الدوران. الا بغيت نحسب الشغل ديال اف من الموضع ا الى الموضع بي راه هو العزم ديال هذيك القوه اف فوا دلتا تيتا. يعني ديك دلتا تيتا هي اللي حولت الجسم من الموضع ا الى الموضع بي. يعني عندي واحد الجسم كان في الموضع ا وبغيتو يكون في الموضع بي، اذا باش خاصني باش يدور ليا بحال هكا في هذا المنحى خاصني نطبق عليه واحد لا فورس اف كونستانت. هاد لا فورس ملي غدور هاد الجسم من هاد الموضع الى هاد الموضع، يعني هاد المسافه هادي اللي دورتها بالصفر راه دورات ليا بواحد الزاويه اللي هي دلتا تيتا، هي هادي. دونك هادي هي دلتا تيتا، هي الزاويه اللي باش ننتقل الجسم من الموضع ا الى الموضع بي. دونك العزم ديال هاد القوه
اف خصنا نحسبوه، العزم ديال القوة اف الى باقي عاقلين شفناه العام اللي فات، العزم ديال القوة اف تيكون بلوز او موان اف المسافة دي. وشنو هي المسافة دي؟ المسافة دي هي القطعة العمودية على خط تأتي القوة والمرة من محور الدوران، هذا هو محور الدوران دلتا. دونك القطعة العمودية على محور الدوران على خط تأتي والمرة من محور الدوران هي هذه، دونك هذه هي بتيت دي. دونك الا جينا من محور الدوران فوق من هاد دي مع اف تلاحظوا بلي هي تدور في نفس المنحى، اذا راه بلوس غادي نديرو بلوس ماشي موان. دونك هكا كنحسبوا العزم ديال القوه، بالطبع غادي نخدموا التمارين باش نفهموا اكثر شنو هو الفرق ما بين حاله الاساحه وحاله ديال الدوران. دونك هكا تنعرفوا الشغل او لا لو ترافاي دون فورس. اما ملي تنتكلم على قدرات قوه، احنا درنا واحد لو ترافاي، درنا اون ان ترافاي بجوج الاشخاص، واحد الشخص ا واحد الشخص بي. هذا دار ان ترافاي كملو في 5 ديال السوايع، وهذا دار ان ترافاي كملو في 2 السوايع. اذا شنو تنقولوا باللي هاد الشخص هذا راه القدره ديالو كبار من الشخص هذا، لانه سلى في واحد لو ترافاي في اقل مده زمنيه. دونك هذه هي لا بويسونس اللي تنسميوها في بي. نفس الشيء الا بغينا نحسبوا لا بويسونس كما تشوفوا دابا، راه هي تتعلق اساسا بالمده الزمنيه دلتا تي، وبالطبع تتعلق بالسرعه، يعني السرعه. دونك ملي تنتكلم على القدره كاين في حالة الإزاحة جوج ديال القدرات، القدرات المتوسطة اللي هي لا بويسونس مويان تنرمزو ليها بي ام او ايكغاك، او القدرة اللحظية لا بويسونس انستونتاني تنرمزو ليها بي اي. دونك كيفاش نحسبو كل وحدة؟ دونك نبداو بلا بويسونس مويان. دونك لا بويسونس مويان هي الشغل اللي نجز هذاك الجسم مقسومة على دلتا تي، باش ما تتكون المده الزمنيه كبيره، باش ما تتكون القدره قليله، باش ما تتكون المده الزمنيه قليله، باش ما تتكون القدره كبيره، لانهم متعاكسين. دونك لونيتي ديال لا بويسونس هي دبليو في، وهاد دبليو في هي الوات، ما تخلطوش ما بين لونيتي الوات وما بين لو ترافاي اللي هو دبليو في. اما لا بويسونس انستانتاني، هاد لا بويسونس انستانتاني يعني تتعلق بلا فيتيس انستانتاني، بالسرعه اللحظيه. دونك هاد لا فيتيس انستانتاني اللي هو لي بي اي راه كتساوي اف سكالير في، وهاد في هي لا فيتيس، و لا فيتيس تكون بالمتر بار سكوند. دونك كيما تشوفوا برودوي سكالير اونتر دو فيكتور، راه دونك غتعطيني بلي لا بويسونس انستانتاني، pardon la puissance instantanée هي le module ديال f fois le module ديال la vitesse fois le cosinus entre f et v. دونك هذا هو لا ريلاسيون اللي غادي نخدموا بها pour la puissance instantanée. نفس الشيء غادي نديروا الانالوجي ما بين لي برودوي او بيان لي غراندور فيزيك اللي كاينين في الحاله ديال الازاحه اللي هما v و دلتا t، او ما بين الحاله ديال الدوران. اذا في حاله الدوران دونك تنتكلم هنايا على لا فورس، او لا فورس في حاله الدوران تيكون عندنا لو مومون العزم ديال القوه، اذا غتكون هنا لا بويسونس ايتيغال بلاصه لا فورس هنايا اللي درنا اف سكالير في، او بيان اف و في فو كوسينوس لونغل اونتر اف اي في، غادي نكتبو لو مومون دلتا ديال اف. وبدل هاد في حنايا في حاله الازاحه تنتكلمو على لا فيتيس شنو هي السرعه الخطيه، يعني في هكا. اما بالسرعه دي حاله ديال الدوران فتنتكلموا حنا على اوميغا، اذا بلاصه في غادي نعوضوها باوميغا. دونك هنايا تنتكلموا على لا فيتاس لينيا، هادي راه لا فيتاس اونغولار، اذا بلاصه هاد بي اف في في غادي نكتب له مومون فوا اوميغا. يعني قلو ما بين الانالوجي ما بين حاله الازاحه وحاله ديال الدوران، هنا الا تكلمت على في راه هادي راه اوميغا، هنا تكلمت على دلتا تي غتبقى دلتا تي. اما بالنسبه لا فورس اللي هي اف، غادي نتكلم انا على لو مومون دلتا ديال اف. دونك هذا الريزومي ديال الدرس، نتمنى تكونوا فهمتوه استوعبتوه، يعني حاولت نلخصو ما امكن باش يجيكم سهل. وبالطبع راه الدرس تيبقى سواء كان سهل ولا كان صعيب، الا غير قريناه ما غادي نستافدو منه حتى شي حاجه، خاصنا نخدمو دي زيكزيرسيس. دونك دوزو لي زيكزيرسيس، غادي نخدم معكم هاد ليكزيرسيس باش نحسبو لو ترافاي دو كورس. دونك التمرين الاول قال لنا ينزلق جسم صلب اس
كتلة ام كتساوي 200 غرام فوق سكة بي، نطبق عليه قوة اف شدتها اف كتساوي 1 نيوتن. دونك احسب شغل كل القوة، كل من القوة اف ووزن الجسم خلال الانتقال من ا الى بي طوله بي، طوله ا بي. دونك غنكتبها هنايا ا بي كتساوي 20 سنتيمتر. في الحالات التالية وحدد طبيعة كل شغل. دونك غادي نبداو بالحالة الأولى. دونك هادي الحالة الأولى. دونك اون فو كالكولي لو ترافاي دو لا فورس اف، شغل ديال القوة اف هاد لوكا هادي. دونك الحالة الأولى عندنا دوبل في دو اف دو ا جوسكا بي. دونك كيفاش تشوفوا السطح تيتحرك من ا ب، هذه ازاحه وفق خط مستقيمي، اذا عندي ازاحه مستقيميه، حاله ديال الازاحه. دونك حاله ازاحه باش نحسب الشغل غنطبق هذه العلاقه ديال دوبل في دو اف ايتيغال اف سكالير ا ب، اللي هي لو موديل دو اف و لو موديل دو ا ب فو كوسينوس لونغل انتر اف اي ا ب. دونك هي غتكون ليا لو موديل دو اف فو لو موديل دو ا ب فو كوسينوس لونغل انتر اف اي ا ب. Donc le module de F indi, est égal à 1 newton, AB est 20 cm le tolbel de la physique, tu m'as khassa nhawlu le wahedat na tolbel le wahedat cm باش نحولو للمتر، اذا تنضرب 10 à la puissance moins 2 عشان خص ناقص 2 fois cosinus l'angle entre F et AB. En fait الدرس خاصكم تحددوا لو فيكتور AB، ها هي AB ها هي F. دونك الا درت الازاحه لهاد F هنا لتحت غنلقى بلي هاد لونغل راه هي هادي، دونك هادي هي 60، اولا ندير لها الازاحه لهاد الشيء غتبقى ليا اف هي هادي. دونك لونغل ما بين اف و ا بي هي 60، توجور 60 يعني كوسينوس 60 درجه. ونحسب دونك غادي ناخد كالكولاتريس ونعطيها كل شيء. دونك عندي 20 1 فوا 20 20 فوا 10 موان 2 فوا كوسينوس 60 égal 0,1 joule. Donc had le chogl khoch lina moujeb, tanqoul belli had le travail c'est un travail moteur, yani chogl muharrik ila khoch lina moujeb. Donc deuxième hala tania, donc le cas 2 هلا جوج هي هادي. دونك اف غادي بحال هكا اللي اد ا غوش اي ا بي، الى حددنا ا بي لو فيكتور من ا حتى لبي قال لينا نحسبو من ا نحو بي، كون قال لينا من بي ل ا غندير الفيكتور لهاد الشيء. دونك غنطبق العلاقه ديال لو ترافاي، لانه حنايا في حاله ديال الازاحه ان كا دو ترانسلاسيون دو ا فيغ بي ايغال لو موديل دو اف و لو موديل دو ا بي فو كوسينوس لونغل انتر اي اف اي ا بي. دونك لونغل انتر اف اي ا بي دونك هي اللي غادي نحددو. دونك الا درنا الازاحه ديال هاد اف اللي غادي ندير هنايا باللون صفر، هاد اف راه هي نفسها الا جبتها لهنا اف. دونك لونغل ما بين اف اللي غاديه هكا لهاد الشيء حتى ل ا بي، حتى المتجه ا بي هي هادي كلها، وهاد الزاويه كلها راه هي بي اولا 180. دونك لابليكاسيون نيميريك جو رومبلاس اف بار سا فالور اي ايغال ا 1 فوا ا بي اللي هي 20 فوا 10 موان 2 فوا كوسينوس 180. حسن اش تبان؟ دونك كوسينوس 180 كوسينوس 180 درجه هي موانز 1 موانز 1 فوا 1 هي موانز 1 فوا 20 فوا 10 موان 2 غتعطينا موان 0.2 جول. دونك هاد لافالور إلي نيجاتيف. دونك هاد لو ترافاي أون دي كو سيت أن ترافاي ريزيستون، يعني مفهوم فيزيائي أولا شغل مقاوم. الجسم بغى يمشي من ا الى بي، وحنا طبقنا عليه قوه من في هذا الاتجاه المعاكس، اذا اكيد هذه القوه راه ما غاديش تعاونو باش انه يتحرك من ا الى بي، غادي تعرق الحركه ديالو. اذا الشغل ديال هذيك القوه خاصني نلقاه سالب. اذا ندوزو الحاله الثالثه. دونك قلنا سي تان ترافاي ريزيستون، ها هي ندوزو الحاله رقم 3 ثالثيام كا. عندي F elle est perpendiculaire sur AB، perpendiculaire sur AB.
بيان سور، قبل ما نحسب انايا هاد لو طرافاي خصكم تكون عندكم ديك الغريزه ديال الطق نفهم قبل ما نجاوب على ليكزرسيس. الجسم بغى يتحرك من اي الى بي وانا طبقت عليه القوه الاعلى، واش هاد القوه غادي تعاونو؟ واش غادي تعرقل الحركه ديالو اولا؟ واش غادي تعاونو؟ واش غادي تتحركوا من ا الى بي ولا ما غادي دير اصلا والو؟ لان راه اكيد راه ما غادي دير حتى حاجه. هاد القوه اللي تطبقت عليه نحو الاعلى، اذا خاص يخرج ليا لو طرافاي والو زيرو. دونك لو طرافاي دو اف دو ا جوسكا بي غنعاودو تاني، هي اف فوا ا بي فوا كوسينوس لونغل اونتر اف اي ا بي. دونك باش ما تنعاودو لي زيكسبرسيون في الفيزيك تيتحفظو لينا بلا ما نمشي نحفظو. دونك لونغل ما بين اف، ما هي اف وما بين ا بي، لونغل هي بي سور دو، هي 90 درجة. اذا اف هي واحد فوا جسم في جسم وان دو فوا كوسينوس 90. كوسينوس 90 هي صفر، كوسينوس 90 درجة هي صفر. صفر في 20 في 1 في شوص ناقص 3 هي صفر جول. دونك هاد لو طرافاي نقولو بلي سي تان طرافاي نول، طرافاي نول يعني شغل منعدم. هاد القوة ما اصلا ما عاونتناش، ما خدمتش، ما داتش خدمتها، اذا الشغل ديالها غيكون